بسم الله. السلام عليكم، معكم الشاف صلاح الباتني. اليوم ان شاء الله وصفه جديده وفيديو جديد. راح نحضر لكم السوفلي العملاق طريقه سهله وبسيطه. واش نحتاجوا في الوصفه تاعنا؟ راح نحتاجوا مقادير العجينه ونحتاجوا ايضا مقادير الحشوه. نبداو بالعجينه. واش نحتاجوا؟ عندي كاس تاع حليب يكون دافي، عندي نص كاس نتاع ماء يكون دافي، عندي ربع كاس نتاع الزيت كما راكم تشوفوا، راني كيلت بنفس الكاس 220 مللتر. عندي لهنا الملح حوالي نصف ملعقة تاع أكل، عندي ملعقة تاع أكل خميرة تاع خبز، وملعقة تاع أكل سكر، عندي زوج حبات نتاع البيض. بطبيعة الحال نحتاجو الفرينة باش نلمو العجينة. خليكم دوك معايا مع طريقة التحضير. نجيبو ريسيبيو هنا، نديرو فيها كاس تاع الحليب تاعنا الدافي، نزيد أيضا نص كاس نتاع الماء يكونوا دافيين، ندير لهنا السكر والخميرة، نخلط هاد المكونات مع بعض ونغطيهم ونخليهم حتى يخمروا حوالي 10 دقائق. لهنا بعد ما نضاف الحجم تاع الخليط تاعنا نعاود نخلطه. عندي لهنا ربع كاس نتاع الزيت، وعندي زوج حبات نتاع البيض، نخلطهم مليح وندخلهم في الخليط. نبدا نضيف في الفرينه بالتدريج. ولهنا اخر حاجه عندي حوالي نصف ملعقه تاع اكل ربح. كما قلت لكم نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون نوعا ما طريه، ما تكونش يابسه بزاف، باش يجي السوفلي تاعنا خفيف وفي نفس الوقت يجي هشيش. ندلك لهنا العجين تاعنا كما قلت لكم على الاقل 5 دقائق باش يتليسى، ومن بعد ان شاء الله نرجع لك. العجين تاعنا لهنا راهو تليسه، شوفوا كيفاش ولا. دوكا راح نحطو يضاعف الحجم تاعو في الريسيبيون، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. الوقت اللي العجين تاعي كان يخمر انايا لهنا خدمت الحشوه. بالنسبه للحشوه جد سهله، عندي لهنا صلصه طماطم هذه نديروها البيتزا، راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. عندي ايضا فرماج تشيزي، عندي فرماج شيدار، عندي لهنا دجاج تبلته بالتوابل كل واحد كيفاش يتبل، عندي ايضا حبه بيض اللي راح ندهن بها الوجه تاع السوفلي تاعنا، عندي ايضا مايونيز خدمتها شحال من مره معاكم. دوكا راح نحيو العجين تاعنا، راهو خمر شوفوا كيفاش ولا ما شاء الله، مع انه برد الحال وراهو طلع روعه. نهبطوا الخمور تاعنا، نقسم العجين تاعنا الى اربع اقسام. لهنا راح يدير لي ربعة نتاع لي سوفلي، كما قلت لكم انا راح نخدم سوفلي العملاق يعني الكبير، وكاين اللي يعيطوا للسوفلي هذا بيتزا كالزوني كما تحبوا. حاولوا تخدموا بالكوبات احسن، يعطيكم نتيجة مليحة وما يغبنكمش في الخدمة. شوفوا تحصلت على ربع كوريات. دوكا راح نحطهم على جهة ونغطيهم ونبدا نخدم بالوحدة، راح تشوفوا كيفاش نشكلوا السوفلي تاعنا. نديروا شوي بلون دو ترافاي تاعنا الفارينة ونبداو نفتحو، نجيبو القنوط، نحاولو نفتحو العجين تاعنا. المقص يكون شويه كبير، علاش؟ باش يجي السوفلي تاعنا عملاق كما قلتلكم في بدايه الفيديو. انا ماشي راح ندير سوفلي صغير، راح نديرو شويه كبير. نفتحها ومن بعد نكمل معاك. نفتحوها بهذه الطريقه يكون بشكل كبير، شوفوا كيفاه. من بعد نجيب البلاطو تاعي، طبيعه الحال نكون لهنا دهنتو بالزيت، نهزو الطريقة ونحطوها. نجيبو هنايا صلصة طماطم، راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. هاد الصلصة العادية تاع البيتزا نديروها غير نصف دائرة، ما نديروش الدائرة كامل. وأيضا نجيبو الدجاج تاعنا اللي نكون تبلتو ونضيف كمية فوق الطماطم تاعنا. ومن بعد أيضا نجيبو الفرماج بورسيون، ممكن تستعملو تاع الميزان، نديرو بطريقة أيضا عشوائية. كما قلت لكم ديروا فرماج شيدار ونزيدوا شويه نتاع المايونيز، ما تكثروش بزاف غير بهذه الطريقه باش ما يجيكمش ناشف في الداخل. وايضا راح يزيد له ذوق شباب. وليو نجبدوا حنايا العجين هذا، بسم الله، نحطوه هنا بهذه الطريقه، نمشيو شويه. انا دوكا راح نعطيكم كيفاش نغلق. نبداو لهنا، شوفوا كيفاش نديروا كيما الضفاره، ديما نجبدو هذا ونحطو هنا، نجبدو هنا ونحطو، شوفوا كيفاش راح تجي. ونكمل بنفس الطريقة
بهذه الطريقة هكا ونكمل حتى نكمل كامل لوتور تاع السوفلي تاعنا. بعد ما كملت الضفارة تاعنا نجيبو البانسو وراح ندهن الوجه بالبيض. نديرو لهنا حبة سينوج لي يحب لي ما يحبش يخليه سامبل هكا. نفوتو الفرن، الفرن نكون شعلتو على 180 درجة ونكمل كامل العجين بنفس الطريقة ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو مع النتيجة الأخيرة. اذا السوفلي العملاق تاعنا راه حاضر معنا في صحن التقديم كما كنتو تشوفو. شوفو كيفاش جا ما شاء الله، شوفو كيفاش طاب ثاني من تحتها روعة. راح نقسم معاكم باش تشوفوه الداخل كيفاش جا. نقسم بسم الله، شوفوا كيفاش العجين تاعنا راهو ما شاء الله. شوفوا القوام تاعها بعد ما قسمتها، شوف تجي محشيه، تجي روعه. شوف، اذا هذه هي الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. درت لكم سوفلي العملاق. اذا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم لا تكثروا لي من لي جيم وكومونتيو لي اسفل الفيديو. واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عدد اخر. سلام.